الطيران والنقل الجوي بعد كورونا سوف يخضع لتغييرات كثيرة، أهمها هو محاولة لإدخال التكنولوجيا في تجربة المسافر للوصول إلى ما يسمى بالتاتشلس ترافل، أي السفر من دون لمس. يعني قبل الوصول إلى المطار ممكن أن المسافر يبدأ بتحضيرات السفر ويقوم بطباعة البوردينج باس، ومن بعد الوصول إلى المطار وأخذ البيانات البيومترية والخضوع للتدقيق الأمني والجوازات وغيرها من دون أنه يلتمس مع أي شخص أو مع أي مسافر، أيضا مع المحافظة على التباعد الاجتماعي داخل المطار وأيضا داخل الطائرة. سوف يكون هناك إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة المسافرين وطاقم الطائرة، من تنقية الهواء بتقنية الهيبا فلترز اللي بتزيل أكثر من 99.9% من الجراثيم، والالتزام بوضع الكمامات. وهناك اتجاه أيضا إلى اعتماد ما يسمى البيرسونال باسنجر درونز، أي تقنية السفر الفردي عبر الدرون. يمكن هذه التقنية بلشت باعتبارها تاكسي بالمناطق اللي فيها كتير ازدحام، ولكن سوف يتم اعتمادها بالمستقبل القريب كوسيلة للتنقل، بما أنه الطيران والنقل الجوي بكميات كبيرة من المسافرين داخل الطائرة لن يصبح محبب جدا. وفيما يتعلق بالنصائح والإرشادات، المسؤولية الاجتماعية كتير مهمة على كل فرد منا. إذا كان في أي شخص بيشعر أنه هو حامل الفيروس أو يمكن هناك عوارض للمرض عليه، الأفضل أنه هو شخصيا يمتنع عن السفر إلا للضرورة، وضرورة جدا الالتزام بالوقاية الفردية داخل الطائرة وداخل المطار، لأنه حماية الأشخاص الآخرين بتبدأ من مسؤوليتنا بحماية أنفسنا.